got a hunch, girl, that you're hungry. مرحبا مشاهدينا، يوميا معكم ولا أطيب، دائما بحلقات مميزة جدا وأطباق رائعة ولذيذة. اليوم ضيفتنا اختصاصية التغذية ميرنا غلاييني. أهلا وسهلا فيك ميرنا، كيفك اليوم؟ ماشي الحال؟ سابا. رح يكون عندنا اليوم موضوع مشوق، عن شو بدنا نحكي اليوم؟ عن الدسم. أوه، عن الدسم. في أطيب من الدسم؟ ما في أطيب من الدسم، بس إنه بنفس الوقت منيح، خاصة إذا كان الدسم وفصل صيف أو في طقس شوب، بحس حال واحد كتير هيك نشيط نشيط، طالع بيعطي قوة طاقة. عظيم. رح يكون عندنا كمان طبق الأول، طبق مميز في دسامة، رح تشوف يمكن إن شاء الله ما تزعلي منها كتير. خلينا نشوف المكونات وبنرجع معك وهيك بنشوف هالموضوع الحلو معك. يلا أهلا وسهلا. خلينا نشوف المكونات. مكونات عجينة المغربية مع صلصة البشاميل: 200 جرام عجينة المغربية، 50 جرام زبدة، 50 جرام طحين، 400 جرام حليب سائل، 100 جرام كريم سائل، 100 جرام فطر، 100 جرام مرتديلا حبش، 100 جرام ذرة صفراء، 100 جرام فليفلة خضراء، 100 جرام جبنة موتزاريلا، جوزة الطيب رشة، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. ميرنا، مثل ما شفت اليوم هالطبق الأول عندنا اليوم، نحن معودين على المغربية كلها طبخة. نحن اليوم حبينا هيك نعدل فيها. المغربية هي نوع من العجين، والعجين طيب مثلا أكيد رح نضيف عليه صلصة البشاميل، شوية كريمة، ما كترت كريمة حتى ما يكون في عنا أوفر دسم مثل ما بنقول، أوفر دسم. وأكيد رح نعطيها الطعم المميز، رح يكون عنا طبق هذا كثير حلو. يعني إذا في حال ست البيت حبت تعمل شيء دجاج أو سمك أو لحم وتعمل شيء معه تقدم معه، فهذا طبق اليوم مميز وسهل بنفس الوقت. أكيد رح نجيب نحن المغربية تكون طازة حتى نحضرها، وأنا رح بشر تحضيرها ورح بلش بالزبدة والطحين، وأكيد التعليقات رح تبلش هلا معك ميرنا. الدسم. شو بدك تخبرينا عن الدسم ميرنا؟ الدسم شايف هو نوعين، عنا الدهون المشبعة والدهون الغير مشبعة. أوكي. الدهون المشبعة هي اللي المأذية، اللي بتأذي القلب، ممكن تؤدي لتصلب الشرايين وبتعلي الكوليسترول. اوكي. مثل الزبده، مثل ما انت عم تستعمل هلا، مثل مشتقات الحليب، في السمنه، في الزبده، بتعرف هالقصص. اكيد الزبده، السمنه، زيوت اللي مصدرها مصدر حيواني. اوكي. اكيد اللحم الحمراء اكثر شيء فيها زيوت دهون مشبعه. الدهون الغير مشبعة اللي هي مفيدة كتير للجسم، واللي أكيد لازم نتناولها خلال النهار بكمية أكيد معينة، مثل زيت الكانولا، زيت الزيتون اللي هو منيح كتير للقلب لتصلب الشرايين، وبعلي ال HDL اللي هو الكوليسترول اللي منيح بالجسم. أوكي. يعني زيت كانولا بيقولوا أنه كتير منيح، لأنه أول شيء مزبوط بقلبه كمان أوميجا 3 كمان. أوكي. بقلبه أوميجا 3. على زيت الزيتون يستحسن نستعمله بلا ما نسخنه كثير على النار، يعني يكون أكيد اذا مطبخ فيه يكون حرارته كثير نازله واطي، يعني بنرجع نضيف البصل والثوم ونقلي ونحمي تدريجيا حتى مثل وبنضاف على البيض كمان ما يتحول هالزيوت لترانس فات اللي هي زيوت مهدرجه اللي بتاذي الجسم. دهون مشبعه يعني فينا نقول. مزبوط، هي من الدهون المشبعه للترانس فات. عظيم. نحن هون ميرنا مثل ما شفتي انا عم بقطع الفليفله، رح يكون عندنا اليوم طبق من المغربيه مع الخضار. يعني نحن اليوم تعودنا دائما هالطبق المغربي ناكلها مع اللحم والدجاج والحمص والصلصه الطيبه، اليوم نحن رح نعملها بطريقه جديده كثير حلوه نقدمها، حتى كثير اذا كان في عندنا ناس عم يتغدوا عم بتعشوا عنا يطلعوا بهالطبق يقولوا معقوله مغربيه بطريقه جديده. اكيد، لانه دائما ولا اطيب من ولا اطيب نعطيكم معلومات جديده. واليوم نحن رح نضيف الفليفله مع الزبده حتى ندبلها على النار. ميرنا، هلا الاطفال والدسم. الريحة بس تطلع، شفت الدسم شو طيب؟ اكيد. اوكي، نحكي عن الاطفال والدسم، يعني شو هلا في الطفل ياكل دسم لانه بتعرف الطفل بيحرق بيركض؟ اكيد في ياكل دسم لانه هو هلا بمرحله النمو. اوكي. وبحاجه جسمه للبروتين، النشويات والدسم، بس اكيد نعرف هالدسم منين جاي، يكون مصدره مصدر صحي. اوكي. مثل ما ذكرت قبل. يعني في يوم اميات تعطي حليب خالي من الدسم، مزبوط هالشيء؟ هلا مثلا اذا الولد عنده وزن زايد او ممكن يكون عنده السكر بالدم عالي، اكيد فينا نعطيه حليب
قليل الدسم او خالي الدسم. بس انه اذا هو ولد نمو طبيعي وما عنده وزن زايد وهيدا نعطيه حليب كامل الدسم عادي، لانه الطفل عم ينمي عم يكبر بحاجه لدسم كامل. مزبوط. يعني مين ما لازم ياخذ دسم مثلا؟ الدسم مثلا اللي عنده مشاكل بالقلب، اللي عنده مشاكل بالضغط، مريض السكري كمان المفروض يخفف من تناول الدسم. بنحكي دسم اللي هي الدهون المئزية للجسم. اها عظيم. هون نحن اكيد بدي اقول لك شو صار معنا ميرنا. نحن حطينا هون الزبده والطحين، حطيناهم على النار، فرح نضيف نحن الحليب الساخن. حليب الساخن حتى هيدا شايف حليب شو؟ هيدا حليب نحن لا هون جيب اليوم كامل الدسم. كامل الدسم. بتعرفي كامل جارنا من رجل تحليل. مع انه كله كامل؟ لا هي اكيد بس لانه تطلع طيب له. شو رايك بطبقنا اليوم؟ يعني اليوم اول شيء نحن عن طبق المغربيه الطازجه اللي جايبينها. عم نحط طبعا حطينا معها خضره وراح نفوت معها جبنه، وفي عندنا مرتديلا حبش، وبنفس الوقت هلا نحن عم نعمل هالصلصه البشاميل الطيبه حتى هيك نعطيها هالمذاق وتفوت على الفرن. هلا بتشوفي كيف بدها حتى طبق غير شكل. شو رايك فيها الطبق؟ هلا كانه خضره، الخضره كثير منيحه، فيها الياف اللي بتوطي كمان الفطر. كيف رايك بالفطر؟ راضي على الفطر؟ الفطر ايه اكيد كثير منيح. يمكن في ناس كثير ما بتعرف انه الفطر هو 80 ل 90% منه مي، بيحتوي على 10% من الالياف اللي هو بيوطي ضغط الدم وبيوطي الكوليسترول. اوكي. يعني الخضار مهم، يعني نحن نوعتين شوي دسامه بس بنفس الوقت دعمينا بشويه خضار. خضار ايه. حتى يعني هذا الطبق اللي عم تعمله فيك تعمله انه كصحه تخفف من نسبه الدسم اللي فيه. يمكن الخضره فينا نشويها، الصوص البشاميل اللي عم نعملها فينا نعملها بلايت كريم لايت ميلك. طيب منها اي لحوم اخف من الدسم غيرها؟ بتعرف نحن عندنا عده انواع من اللحوم. مزبوط. اللحمه الحمراء الفيلة يعني تندرلاين. اللحمه الحمراء هي اكثر شيء فيها زيوت مشبعه اللي هي مؤذيه للجسم. كرمال هيك نحن بننصح انه ما نتخطى مرتين بالجمعه من اللحم. بس مرتين بالاسبوع؟ مرتين بالاسبوع من اللحمه. نكثر قد ما فينا من السمك والدجاج. اكيد الدجاج منشيل الجلده عنه او انه ناخذ السفينه. اها عظيم. نحن هون بما انه هالصلصه البشاميل بلشت تشد رح نضيف لها بلشت تطلع ريحتها. بلشت تطلع ريحتها. هيك انا هون عم زعبر شوي الدسم بما انه اليوم موضوع الحلقه عن الدسم. شو طبقك المفضل ميرنا بالحقيقه؟ مثلا شو بتحبي؟ شو بتاكلي مثلا انت؟ شو بتفضلي؟ كل شيء يعني انه باستا وهيك بحب. كل شيء معجنين؟ يعني الباستا على انواعها شو ما كان الاكله بحب الباستا وصوص البشاميل. عظيم. لا هي صوص البشاميل صوص طيب يعني، وخاصه نحن اذا اعطيناها هالنكهه المضبوطه مع الكريمه وضفنا رشه من جوز الطيب كمان صار عندنا هالصلصه الطيبه من الملح والبهار وطبعا الحليب والزبده والطحين. نصيحة أخيرة ميرنا، شو فيك تعطينا نصيحة إنه الواحد هل ابتعاد عن الدسم أو شو لازم نعمل؟ لا إنه ابتعاد عن الدسم الضار، بس إنه كدسم بفيد للجسم وبحسن الاشتهاء. أكيد إنه بنصح إنه ناكل السمك المشوي، ناكل زيت الزيتون، نطبخ بالكانولا أويل اللي هو في بقلبه أوميجا 3 مثل ما ذكرت إنه هو منيح للقلب وبيمنع تصلب الشرايين. أوكي. مع الوقت. شكرا لك ميرنا على الموضوع الشيق، واكيد نحن رح نكفي طبق ورح نكفي مع المشاهدين بعد الاعلان. ترونا وعودة معكم مشاهدينا من بعد الفاصل. وطبعا طبق المغربي مع اليوم مع الخضار والحبش او المرتديلا الحبش. نحن عملنا هون الصوص البشاميل. تنذكر اللي ما لحقنا بالفقره الاولى، حطينا زبده وطحين وحليب ساخن. دائما يكون حليب ساخن وما تقلوا كثير دائما الزبده والطحين، خلوا دائما الزبده والطحين رخوا شوي وضيفوا الحليب الساخن. وطبعا حطينا كريم سائل. فيكم ما تحطوا كريم، فيكم تحطوا مثلا علب قشطه اذا في حال ما توجدت عندكم الكريمه السائله. وحركناهم في حال اذا لقيتوها شوي تسميكه مثلا وما كان عندكم حليب، اضافه قليل من الماء. نحن ضفنا جوزة الطيب وطبعا ما ننسى دائما الملح والفلفل اللي بيعطي هالصلصه طعم ونكهه طيب كثير. واكيد فينا نضيف لها مكعب من الدجاج، مكعب من الخضار، بس مبدئيا اليوم بما انه نحن عندنا الحبش والخضار موجود معنا هون ما في زوم. هلا نحن هون مشاهدينا اكيد من بعد ما حطينا الفطر والفليفله والذره الصفراء، اكيد هون في عندنا نحن الحبش، مرتديلا الحبش اللي هي طيبة كثير، طبعا موجودة بالماركت، في مدخن وفي عادي، مثل ما بدكم، اثنيناتهم طيبين بالطبخ. رح نقطعها إلى أصابع صغيرة بهالطريقة،
ورح نضيفها كمان مع مزيج الخضار، ومن ثم بنحركهم مع بعضهم البعض. هون كمان رح اضيف انا المغربيه للي شايفينها، هاي العجينه لمكانات خاصه بزمان كانوا يعملوها بطريقه كثير تعذبون، هلا صار طريقه سهله وسريعه، صار عندنا هالمغربيه الجاهزه طازجه والناشفه. انا بفضل دائما تكون طازجه، فينا نجيبها مجلده ونحلها حتى نحصل على هالمغربيه الموجوده عندنا هون. انا رح اضيف المغربيه اللي هي منا قاسي كثير هون مثل ما شفنا، رح اضيف هالمغربيه الطيبه وهيدي الصلصه، حركها شوي عظيم. هون نحرك هالصلصه الطيبه لانه طبعا المغربيه فيها مواد نشويه واكيد اضافه الملح والفلفل هون دائما حسب الرغبه، لانه مرات كثير بنكون موجودين بعشاء او بمطعم ناكل بنحس انه في ناقصه ملح، كثير مزعج المشاهدين اذا كانت الطبخه ملحها مش مزبوط، يعني دائما اعطوه حقها 100%. هون رح ضيف انا طبعا الصلصه البيضاء على المزيج مثل ما شفنا هون، نحن عم بخلط الخضار مع المغربيه، طبق هيك شوي مميز ومهضوم. ليش؟ لانه اول شيء هي فكره جديده اليوم، وبعدين فينا نتخلى عن الباستا لانه اليوم هيك الحلقه طيبه فيها دسامه، ففينا ما نحط معكرونه، نحط المغربيه اللي نحن دائما معودين انه كلها بس مع اللحم والدجاج. هون بنحركهم بهالطريقه، بهالوقت عم دبل المغربيه مع الخضار، رح نشوف كمان طبق ثاني اليوم من المعكرونه باذنجان على طريقه ميلانزاني. خلينا نشوف المكونات. مكونات باذنجان على طريقه ميلانزاني: 100 جرام معكرونه، 50 جرام زيت زيتون، 80 جرام ثوم، 20 جرام حبق، 500 جرام بندوره مطحونه، 150 جرام جبنة بارميزون، 500 جرام باذنجان مدعبل، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. لك يا مشاهدينا مثل ما شفنا نحن هالمغربية صارت جاهزة. أنا رح شو رح أعمل، رح أضيف الصلصة هون، شفتوا صوص البشاميل. يا سلام، هون طبعا تحريك بواسطة ملعقة خشب شوي شوي. شفتوا كيف هون الصلصة بلشت نحركها بهالشكل، يا سلام. ومن ثم نحن أكيد جهزنا جاط مقاوم للحرارة، فكرة كثير حلوة، بنصح ستات البيوت يجربوها، طريقة هيك يفاجئوا العائلة فيها. ومن ثم نحن هون رح ضيف هالطبق بجاط مقاوم للحرارة أو بصينية حسب ما توفر عند ست البيت. كمان هون عندنا الجبنة، جبنة الموتزاريلا، فينا نستعمل كمان جبنة الكروير، وفينا نخلط نوعين الجبنة. أنا هون بما إنه عندي جبنة الموتزاريلا كمان طيبة كتير، رح برشها على الميت الخشنة هون بهالطريقة. لكن نحن صار عندنا الجبنة المبروشة برش، ومن ثم كمان رح نضيف الجبنة، يا سلام، فعلا حلقة مليئة بالدسم وما في أحلى من الدسم، بس أكيد نعمل سبور بعدين. هون لكن نحن جهزنا الفرن على درجة 180 تقريبا من 10 ل 15 دقيقة حتى تحمر. رح يكون في عنا اليوم هذا الطبق من المغربية مع الخضار مع الصلصة البيضاء والجبنة. بهالوقت مشاهدينا رح نروح لفقرة قاموس المطبخ، وأكيد رح نبلش بطبق تاني. Cooking. يا
بقاموس المطبخ اليوم مشاهدينا رح نعرفكم على قطعتين حلوين اللي هي من الموزه البلاستيك وعرنوس الدره. طبعا له فوائد عديده في حال كان عندنا بيكنيك او للمدرسه او مشوار خاص للاطفال حتى ما يجوا طيبون ويجوا حالهم، فينا نستعمل هاي علبه الموز. طبعا الموزه بتفوت بداخلها ونرجع نسكرها، هيك بيكون عندنا اول شيء حمايه للموزه ما تتلوث بالجراثيم، وكمان نفس الوقت اذا في حال كانوا بياكلوا عرنوس دره منحطهم بقلبه ومنسكره، وهيك الأطفال بيحموا إنه يأكلوا على نظرة نضلوا نظيف وما وصلوا تيبه ويخدوا معهم حتى بالشنطة ولما ما بدهم. أفكار حلوة دائما من قاموس المطبخ مشاهدينا، حتى لعطيكم إياها تعطيكم هيك أفكار حلوة تشتروها من السوق وتكون دائما لموسم المدرسة القريب العاجل. نحن بهالوقت رح نباشر بتحضير طبق الثاني. طبعا نحن ذكرنا المكونات، في عنا باذنجان، في معكرونه، في عنا صلصه الطماطم الجاهزه، وطبعا جبنه البارميزان والحبا. هون نحن رح نبلش نقطع الباذنجان، باذنجان المدعبل اللي بنشوفه اكيد بالسوق دائما، اول حبه هيك تكون عم تلمع وبس ندسها تكون جامده، يعني دلاله انه الباذنجان طازج. هون انا رح بلش قص الى شرحات رفيعة بهالطريقة، طريقة سهلة كتير، ورح خلي القشر لأنه اليوم القشر الباذنجان بيكون فيه فيتامينات بتفيد الجسم، فخلي القشر وبعدين يطلع شكل كتير حلو هاللون الأسود. بس نقميه كمان طعمه طيبة. كان هون نحنا بهالطريقة نحنا حمينا الزيت، نار قوية، كمان هوني خلي هالباذنجان يتقلى حتى نقدمه بطريقة كتير حلوة، وهلأ رح تشوفوا كيف الطريقة. هون نحن مشاهدينا كمان عنا صلصة الطماطم، صلصة الطماطم أكيد اللي هي دايما فيها بصل وتوم وبندورة مطحونة. هون نحن رح يكون في عنا توم، رح نفرم التوم فرم ناعم لانه دائما الميلانزاني بدها تكون نكهتها هيك ظاهره شوي، بطيب اكثر شيء هو التوم والحبق، فرح نضيف عليها اضافه التوم والحبق مع الصلصه. هون نحن بدي افرم التوم فرما ناعما، كمان قليل من زيت الزيتون، هيك فرمنا الدوميت. وانا هون رح ضيف قليل من زيت الزيتون، وكمان رح ضيف الثوم، وهيك ندبلهم حتى يشقروا على الخفيف. هون كان دائما الثوم بالاكل، حتى في كتير مشاهدين اذا ما بدكم تاكلوا توم، اذا كان عندكم اي نوع من الخبز فينا نحن نقص التوم بالنص، نحط زيت زيتون ونحف حص التوم على الخبزه، وفي حال كنا عم ناكل اي شيء مستطعم بطعمه التوم على الخفيف بلا ما نحط توم، فالتوم طعمه كتير قوي. للي ما بحب ياكل التوم هيك يضلوا طعمته ظاهره، حص التوم حفوها حف على الخبزه، واي نوع بتحبوا تضيفوا عليها تستمتعوا بطعم التوم الخفيف. بهالوقت مشاهدينا نحن رح ندبل التوم شوي صغيره، كمان رح نروح لفاصل ونواصل معكم بعد قليل. وعودة مع المشاهدين، وطبعا طبق الباستا او سباجيتي عن طريقة ميلانزاني، اليوم نحن حطينا التوم المفروم مع زيت الزيتون، واكيد رح ضيف صلصة الطماطم او صلصة البندورة، كمان فيها بصل وتوم، بس نحن زدنا التومات لحتى نعطيها نكهة إضافية. طبعا الباذنجان اللي قطعناه هون بطريقه شرحات رفيعه وقليناهم بالزيت دغري رح يستووا معنا منا مشكله، واكيد عندنا نحن هون الحبق الاخضر، الحبق الاخضر كثير مهم بدنا نفرم رح كتر كميه. انا دائما بنصح ستات البيوت دائما بذكركم انه خلوا عندكم شتله حبق بالبيت سقوها، وكل ما عندكم اي نوع من اليخني فيها صلصه بندوره او حتى مع اللبنه مع الجبنه هيك نتفه حبق اخضر بيعطيه طعم كثير طيبه، وحتى الحبق كمان مشاهدينا مريح او مريح للاعصاب، يعني اذا اكلنا شويه حبق مع اللبنه هيك بصير مش على بكره بنحس حالنا
مهدئ للاعصاب، بنحس نهارنا حلو كثير، حتى بالليل قبل ما ننام كمان اذا اكلنا اي شيء مع الجبنه كمان رح تكون اعصابنا هاديه ورح تكون هيك في جو من الرومانتيك الحلو. طبعا كل الاعشاب اللي فيها مواد عطريه بتهدئ الاعصاب وبتهدئ يعني طبعا وبتعطيها هيك نكهه طيبه للمأكولات. وهون نحن بما انه الثوم المفروم مع زيت الزيتون وصلصه البندوره والحبق الاخضر لخليها تغلي شوي صغيره، كمان نحن بهالوقت رح شوف المغربيه اللي عملناها. هون نحن اشقرار الجبنه طبعا شهي كثير، المغربيه مع الفليفله مع الذره مع الحبش مع الصلصه البيضاء مع جبنه الموزاريلا عطت هالنكهه والمذاق الرائع. يعني طبعا حيكون عندنا اليوم طبق مميز. ونحن كمان بنفس الوقت الباستا اللي سلقناها رح نضيفها مع الصلصه المعكرونه، فينا نجيب اي نوع معكرونه بنحب، فينا نلاقي معكرونه رفيعه سميكه، وطبعا بنحركها مع الصلصه خليها تعشق الصلصه مزبوط والحبق يموج فيها، واضافه كمان الملح والفلفل. هون لكن نحن عم نضيف الملح والفلفل مع المعكرونه مع صلصه البندوره مع الحبق والثوم اللي نكهته ظاهره، وطبعا الباذنجان اللي عم نقليه على النار. هون كمان رح ضيف بارميزون جبنه البارميزون كمان بنحركها حتى كمان تعطيها هالغلغله بنكهه المعكرونه. يعني فعلا الحبق الثوم البارميزون صلصه الطماط او صلصه البندوره مع المعكرونه مع الملح والفلفل عم نحركه مزبوط، ورح نعطيها كمان نكهه اضافه الباذنجان معها. هون شفتوا كيف الصلصه كمان شديت لانه المواد النشويه الموجوده بالباستا ساعدتها على التماسك. وهون طبعا نحن عندنا الباذنجان بنصفيهم، خاصة نحن قصيناه هون شرحات رفيعة. أكيد هون نحن عم نحركها بهالطريقة، وطبعا رح جيب كاسة صغيرة وباذنجان للي نحن قليناه، فينا نستعمل نحن كاسه صغيره كاسه كبيره مثل ما بدنا، هيك حبيت فرجيكم حسب الكميه موجوده عندنا. رح احط الباذنجان، باذنجان بس ينقلى كمان بيطلع طعمته، فينا نحط له طحين وفينا نقليه بلا طحين، بس انا اليوم حبيت احط له طحين هالبيت هيك يخليه على نكهته. عظيم. هون لكن نحن المعكروني، يا سلام اوه ما في خبركم ريحه شو طيبه مشاهدينا. طبق سهل وسريع وهيك ما بياخذ وقت مع ست البيت، وبنفس الوقت ابتكار مهضوم انه الباذنجان بنصفهم بهالطريقه وبنرجع بنضيف السباجيتي اذا كان عندنا كيس كبيره كمان بهالطريقة، كمان بنضيف المعكروني هون كمان أي نوع جاط أو صحن. هون صار عنا وأكيد فينا كمان نسكبها بجاط بسط أو جاط كبير، وكمان صار عنا هالباذنجان بقلبه هرم الباذنجان مع الباستا، وطبعا نحن هون بنرش عليه البارميزون واكيد ورقه من الحبق حتى نعطيه حياة، وكمان رشه من الفلفل الاسود. اكيد مشاهدينا صدقوني بس نحن بالشوكه والسكينه هنتلزز، تذكروا انه اهم شيء بالحياه بس ناكل شيء طيب نغمض عينينا ونعيش هالطبخه الطيبه. فعلا نحس حالنا شكرا ولا اطيب للشيف ريتشارد،
واكيد بنتمنى عليكم تجربوها الطبق. اكيد موعدنا بجدد معكم بكره كمان نفس الموعد وباطباق جديده ومميزه. الف صحتين والى اللقاء.